رحلة من التميز لأكثر من 369 طالبا وطالبة يمثلون نخبة المواهب العلمية من مختلف المحافظات توافدوا إلى دمشق للمشاركة في الاختبارات النهائية للأولمبياد العلمي السوري لموسم 2018-2019 بعلوم الرياضيات والفيزياء والكيمياء والمعلوماتية وعلم الأحياء. هذا هو الأولمبياد العلمي السوري، هذا هو التلاقي بين أبناء الوطن، حدث علمي وطني شبابي استراتيجي. هدول هن علماء المستقبل، هدول نخبة المحافظات، هدول اللي يشاركوا بتصفيات المحافظات. 90,000 أو أكثر من 90,000 شاب وشابة على مستوى المدارس، أوائل المدارس انتقلوا للمناطق، أوائل المناطق تأهلوا للمحافظات، أوائل المحافظات اليوم هون. 4 أيام جميلة ممتعة مليئة بالعلم بالفكر بالتحليل بالاستنتاج، وآخر شيء رح نستنتج مين هن الأوائل على مستوى سوريا، مين هن اللي رح يتكافؤوا، مين هن اللي رح يتوجوا. تهدف اختبارات الأولمبياد العلمي إلى اكتشاف قدرات الذكاء والتحليل والاستنتاج عند الطلاب المشاركين من خلال أسئلة شاملة تم وضعها من قبل اللجان العلمية المركزية بالأولمبياد العلمي السوري. التحضير كان صعب والاستقبال كان ممتاز، وطبعا هي التجربة حتكون مهمة كتير إلنا بحياتنا المستقبلية بالاختصاصات اللي حنفوتها إن كان معلوماتية أو رياضيات. لا هي منافسة كانت صعبة من هو أعداد الطلاب ومن الأسئلة والكثافة، بس كمان يعني البتعب بلاقي، ويعني انبسطنا كتير اليوم والاستقبال كان كتير حلو، يعني والطلاب كمان كله فيه تعاون بين بعضه. والله كانت تجربة كتير حلوة يعني، وغيرت لي كتير بحياتي يعني، علمتني انه اتشجع على شغلة يعني كانت مثل حلم يعني شغلة بتحسيها شبه مستحيلة وكانت يعني بالحقيقة ممكن تتحقق. تجربة بنتعلم منها كتير يعني، بنستفيد بالمعلومات، التعارف كمان يعني انه ناس ممكن انه نستفاد منهم وهيك. فالأولمبياد تجربة كتير حلوة ومفيدة، بتفيدنا كمان بالسنين اللي جاي وبالمواد اللي نحنا تخصصنا فيها ودرسنا فيها. هلا نحنا القدامى عم نحاول ناخذ بايد رفقاتنا الجداد ونحاول نعطيهم قد ما فينا معلومات، لانه هن اللي راح يمشوا بهالمشوار، لانه نحنا تقريبا خلصنا وان شاء الله بنقدر نمثل سوريا برا باحسن وجه. هم شباب وشابات طموحون قادرون على بناء الوطن والدخول الى العالم من بوابة العلم والتميز.